أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم.